المباراة ماذا يقول؟ يقول تقدم حارس المرمى في اللقطة الماضية. شف معاي اللحظة التاريخية، اللحظة التاريخية التي يعيدها حكم المباراة. يا أخي أنت من بلد رافشان إيرماتوف، شوف هذا منتظر هو اللي نفذها، منتظر محمد وحارس المرمى في تقدم، يقول في اللقطة الماضية على إشهاب الليثي تعود الأمور مرة أخرى. يا جماعة الأعصاب، الأعصاب يا جماعة على تنفيذ الركلات الجزاء الترجيحية، وإحنا في قطر يا أخوان، الجو تغير في بطاقة صفراء. أوه يا أخي مش وقتك يا شيخ، مش وقتك يا 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 حكم، مش شاب طرد بالبطاقة الحمراء ناصر، وعندنا منتظر محمد على تنفيذ ركلة الجزاء، وناصر الأحرق عاد يصدها، يصدها ناصر، ممكن يصدها اللاعب ناصر على دور. الرابعة عشر إلى نهائيات كأس